أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول صفية محمد من لحج في اليمن. أختنا لها مجموعة من الأسئلة، من بينها هذا السؤال: هل يجوز الاستنشاق والمضمضة في نهار رمضان لمن كان صائما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، أمر بإسباغ الوضوء ثم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. دل ذلك على أن الصائم يتمضمض ويستنشق، لكن لا يبالغ مبالغة يخشى منها نزول الماء إلى جوفه. أما الاستنشاق فلا بد منه، وهكذا المضمضة، لأنهما فرضان في الوضوء في حق الصائم وغيره. نعم.